أب وثمان بنات وأنا. عندي أربعة بالمدرسة وأربعة بيشتغلوا بالبري. والله وضعنا سيء. يوم العاصفة الخيمة هاي وقعت علينا، كل هالمخيم أفطر المغرب بخيم ونحن أفطرنا برا، ويشهد لنا كل هالمخيم. كلياتنا بالخيمة منا. اجانا ضيف بده يبعث بنت بناتي صبايا لعند جيراننا. يعني ابوهن هلا يعني ما بيستقبل ضيف وهيك كرمالهن، خصوصا بالشتوي. وعندي ابوهن في اعاقه بايده، لا شغلي ولا عملي، بشتغل انا وهالبنات في هالبري ومنقدم لهالصغيرات. يعني بالشتي عم ناكل مي، بنتغطى بالحرامات مي، وبالصيف الشوب. في نفس الخيمة يعني أوقات ما بنفعل الركب صوبة كرمال ساعنا كلياتنا، عشان نمد حد بعضنا، بنتغطى بحرامات صوبة ما في.